جيت اليوم مشاركه في كافطان مازاغون ومع لاسوسياسيون دي مان بلانش وكنقدم aussi ma collection et j'ai essayé باش ندير une collection pour maman et enfants. هاد التشكيله اللي درت سي دي كولور باستيل و لي تيسو سي دي تيسو بروكار و سي دو كريب جورجيت. J'ai essayé de travailler sur du travail ma'allem, du perlage et aussi de la broderie. Et j'ai essayé de faire maman et fille. Et j'espère que ma collection va vous plaire, Inch'Allah. Nous avons la 4e ou 5e. والحمدلله المهرجان او التظاهرة كل عام كتعرف جديد كتعرف تحسن وتنظيم الحمد لله. بالنسبة للكوليكسيون ديالي اللي غادي نقدم اليوم انا دائما كنحاول الكوليكسيون ديالي تكون عصرية نوعا ما باش كنحاولوا نعطيو القفطان واحد اللمسة عصرية باش كيقدر يلبسوه فنانات عالميين وكنقدروا باش نخرجوا على برا اكثر من المغرب. مادام ان داخلين على الموسم ديال المناسبات والصيف والحفلات كاين الاقمشه مثلا فحال بروكا اللي حاولت انا نخدم عليه بزاف والمسلين. بالنسبه لهاد التظاهره ديال كافطون مازاغون سي اول مشاركه عندي مع كافطون مازاغون. كنتمنى ان شاء الله اول حاجه تنال الاعجاب ديال المشاهدين. فهاد المشاركه حاولت نقدم 7 قطع اللي ان شاء الله دابا تشوفوهم مخدومين يدويا فيهم التطريز الطريز بلدي قديم بحال المخرق. حاولنا درت كذلك تنبات عاد واحد الشكل من تعصبت المعلم داخل فليتونو اللي كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم.